عليكم. معاكم دكتورة دينا فكري، أخصائي الأطفال وحديث الولادة، مستشفى أستر رويال الرفاعة. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. بما أن شهر رمضان خلاص على الأبواب، في بعض نصايح أحب أقولها بالنسبة للأطفال اللي هيبتدوا يصوم معانا السنة دي. لو هنبتدي صيام في سن مبكر يعني من 5 لـ7 سنوات، يفضل أن الطفل يصوم عدد ساعات قليلة ويبتدي يزودها بالتدريج لحد ما نوصل لنهاية رمضان. لو الطفل عنده من 5 لـ7 سنين بنصوم حوالي 2 ساعة في اليوم ونزود بالتدريج، ومفيش داعي أبدا أن احنا نجبر الطفل أنه هو يصوم اليوم كله لو ما عندوش القدرة على ده. لو الطفل أكبر شوية وحيصوم اليوم كله، أهم نصيحة أن وجبة السحور لازم يتناولها، ولازم تكون بتحتوي على جميع العناصر الغذائية سواء الخضروات أو الكربوهيدرات المعقدة أو المركبة علشان تصمد معاه في الفترة بتاعت الصيام، زائد نسبة من البروتين زي البيض أو الفول. استهلاك المية لازم يكون مناسب، لازم ناخد كميات مناسبة من المية ابتداء من فترة الفطار لحد السحور. وطبعا ساعة الفطار لازم نبتدي أكل بالتدريج، ناخد الأول تمر وبعد كده ناخد الشوربة وبعد كده نبتدي في الوجبة الرئيسية. يفضل ان الطفل ياخد فترات من الراحة او الريست اثناء الصيام علشان ما يحصلش اجهاد شديد. واتمنى لكم شهر كريم بإذن الله بصحة، وكل سنة وحضراتكم بخير.